عليكم. عويس محمد مهندس وانا المسؤول التقني في هذا البروجي. هذا في الاول الفكره كانت جاتني في واحد المرضى، كنت مرض فيفر تيفويد، كنت في السنغال وهذه مسؤول عليها واحد البكتيريا. ومن بديت وجاتني الفكره الاولانيه ديال نلقاو انني نقلب على شي حل باش نستغليزيو باننا نعقمو المياه سورتو في لي ريجيون النائيه وداكشي. من اون فوا رجعت للمغرب مع الزملاء ديالي كنت حطيت عليهم الفكره ديال هذه الفكره هذه، وبقينا كنطوروها حتى ولينا كنقولوا اش ما نستعملوهاش في التعقيم ديال الاسطوح وتعقيم الهواء. من بعد عامين ديال البحوث وديال لي زيسي فاننا قدرنا نوصلوا لهذا البروجي هذا، نوصلوا لهذا لا ماشين. الصيف اللي فات كنا وصلنا لواحد لا ماشين، صايبنا واحد لا ماشين صغيره ديال ستيريليزاسيون ودرنا فيها واحد ليسي على دي بوط دو بيتري. ومن ثم بقينا كنطوروا، ومن جات هذه الجائحه هذه فاننا فكرنا واننا عطاتنا واحد الحماس باننا نسرعوا من الوتيره ديال الخدمه ديالنا باش نوصلوا لهذا المنتوج هذا اللي سميناه فلاش تاور. سميتي هجرة أوبا، سوي ان دوزيام اني جيستيون دي زونتربريز اي جو سوي ريسبونسابل ادمنستراتيف فهاد لو بروجي. لي ديجا من بعد ما سي محمد كان مشى السنغال وكان مرض بسبب دي باكتيري في الماء، ومن بعد جات ليدي ديال لا ستيريليزاسيون. ومن بعد ما جا المغرب تجمعنا كاملين حنا بثلاثه وفكرنا باش نستيريليزيو لو ولير و لي زيسباس. انا المسؤوله على لادمينستراسيون وكوتي والماركتينغ، وانا اللي قمت بتصميم ديال لا ماشين وفيها كاع شروط الحمايه اللي ما باش ما تاديش الناس الاخرين اللي كيكونوا اللي كيستعملوها. كانت تجربه زوينه بزاف، دزنا من بزاف ديال لي زيتاب، والحمد لله حنا دابا في هاد لي زيتاب هادي اللي قربنا ان شاء الله نحقوا الهدف ديالنا. تمراسي سفيان العالمي، ميدسان ريزيدون اون راديوثيرابي اللي هي علاج الاورام بالاشعه. Je m'occupe de la recherche, de la recherche ou de développement pour l'UVTEC. Il y a un projet qui est le taqim, le gharaf de consultation, le gharaf de l'hospitalisation, du tibiz ou les blocs opératoires, le gharaf de l'amaliyat, les moustachfaits ou les cliniques ou les maraquises de saha en général. دونك الفكره بدات هذه عامين باش صاحبي باش كان في السنغال جاتو فيه تيفويد اللي هي واحد البكتيريا كتعيش في الماء. دونك باش الي تي اوسبيتاليزي كاع الناس في السبيطار وفكر قال علاش ما نديروش التعقيم ديال هذا الماء لي زولتروفيولي. باش فكرنا اونصامبل كلشي لقينا بان هاد التيب ديال التعقيم كاين شحال هادي تخدمه في الماء، ولكن في الهواء ولي سيرفاس ماشي ديفلوبي بزاف. دونك فكرنا ان الا كانوا هاد لي زولتروفيولي تخدموا باش يقتلوا لي بكتيري ولي فيروس فوسط اللي عايشين فوسط الماء، علاش ما يخدموش باش يقتلوا لي فيروس والبكتيري اللي عايشين في الهواء وفي لي سيرفاس. هاد الاختراع هذا ولا هاد الابتكار نورمالمون جا باش انه يدعم داكشي اللي كيديروا المصحات والمختبرات، انه هو كي بروبوز اون سوليوشن اننا نقدروا اننا بحال دابا نستافدوا من اذا كانت عندنا قاعه ديال 25 متر كاري فاننا نقدروا نعقموها بشكل دون فاسون افيكاس في 3 دقائق انا تقدروا عاوتاني نعاودوا نستعملوها. هاد لا ماشين هادي ديال ستيريليزاسيون ولا ديال التعقيم هي كتخدم بواحد الشكل انه لي سالس، انه يسيفي انك تدخلها لا شومبر اللي بغيتي ستيريليزي، تبرونشيها في كابل في بريز عادي ديال الضو، كتحاول تبوزيسيونيها او سونتر ديال او سونتر ديال لا شومبر صافي، وكتغلق وتتاكد بانه ما بقى حتى شي واحد لداخل ديال لا شومبر. اون فوا غادي تخرج تكون عندك التيليكوموند اللي فيها 3 نيفو ديال لانتونسيتي على حساب لو بيزوان. بحال دابا قلنا بانه 25 متر كاري 3 دقائق كافيه، وعندها جوج دو زوتر نيفو الا كان لو بيزوان اكثر. اون فوا كديكلونشي ديك لا ستيريليزاسيون فهي دو فاسون اوتوماتيك انها كتبدا في الغيونمون ديالها. و زعما انو با اوبليي كو الا في حاله ما اكسيدونتيلمون دخل شي واحد فلي ديتيكتور دو موفمون كيحبسوا الغيونمون حتى ان هاد لا بيرسون هادي تخرج عاوتاني عاود يكمل البروسيسيس ديالو ديال ستيريليزاسيون. هاد الاله هادي كتقوم بتعقيم الاسطح والهواء، واللي نقدروا نستعملوها في لي زوبيتو ولي سال دو رياناماسيون واللي كتقدر تعقم لينا الهواء والاسطح،
وخدت منها برسك 2 ans ديال التجارب والمحاولات باش نخرجوا بهذا الريزولطا هادي. لقينا مشاكل صراحه باش نخرجوا هذا لو برودوي لا رياليتي، حيتاش كيف ما كنعرفوا جميع هذه الوقيته هادي صعيب بزاف نلقاو دي فورنيسور باش نجيبوا الماتيير بروميير باش نرياليزيو هذا لا ماشين، ولكن درنا اللي في جهدنا. خدت منها برسك 1 mois باش خرجنا هاد لو برودوي هذا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.